بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد مدير مكتب منظمة العمل الدولي لبلدان المغرب العربي بالجزائر، السيد وسعادة سفير الجمهورية الجزائرية التونسية سعادة سفير الجمهورية التونسية بالجزائر، سعادة سفير السنغال بالجزائر، السيد المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، السيد الأمين العام لنقابات الإفريقية لوزا، السيد ممثل معالي وزير الخارجية، السيد ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيدات والسادة ممثلين منظمات نقابية لأصحاب العمل، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن أتواجد بينكم اليوم بمناسبة اختتام الورشة التقنية الإقليمية حول موضوع الحماية الاجتماعية، المفاهيم والأسس وكيفية تنفيذها، والتي تهدف إلى المساهمة في تعزيز التعاون جنوب جنوب كوسيلة لدعم تنمية أسس الحماية الاجتماعية. كما أتوجه بالترحيب والشكر للخبراء والضيوف والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين الذين شرفونا بحضورهم اليوم. إن هذه الشراكة هي ثمرة تنفيذ اتفاق تعاون تم التوقيع عليه مع منظمة العمل الدولية على هامش انعقاد اللقاء 18 للثلاثية بتاريخ 14 أكتوبر 2015 ببسكة، وذلك خلال زيارة قام بها إلى الجزائر المدير العام لمكتب العمل الدولي. وقد تم تمويل هذا البرنامج من قبل الحكومة الجزائرية. إن هذا الالتزام يؤكد مبدأ الجزائر في السهر على تقوية الروابط الأخوية القائمة مع الدول الإفريقية الشقيقة وتعزيز التبادل في إطار نهج الشراكة الفعالة لتقاسم الممارسات الجيدة في مجال الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية. وبهذه المناسبة أود أن أنوه بالمجهودات الكبيرة التي بذلها أعضاء مكتب العمل الدولي بالجزائر وإدارات البرنامج والخبراء وكذلك جميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين الجزائريين والأفارقة طيلة تنفيذ هذا البرنامج. السيدات والسادة، لقد مضى أكثر من سنتين على تنفيذ هذا البرنامج، وطوال هذه الفترة سمح العمل المنجز من قبل إدارة البرنامج وجهود خبراء ومصالح دائرتنا الوزارية مدعومة تقنيا من قبل مكتب العمل الدولي لتعزيز التبادلات والخبرات في المنطقة. إن قارتنا تحتاج إلى المزيد من الشراكات ذات المنفعة المتبادلة، ونعتقد أنه يجب على إفريقيا أن تعتمد اعتمادا كبيرا على قدراتها في التعاون جنوب جنوب من أجل توضيح الممارسات الجيدة بشكل ملموس بشأن مختلف القضايا التي تمس عالم الشغل، وهذا عن طريق الشراكة ذات المنفعة المتبادلة. لقد تبنت الجزائر سياسات تهدف إلى تفضيل الحوار والتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، ويشهد على ذلك سن العقدين الاقتصاديين والاجتماعيين الموقعين في سنة 2006 وسنة 2014، علاوة عن الكم الهائل من اجتماعات الثلاثية والثنائية التي تم تنظيمها من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، والتي أسهمت بشكل كبير في توطيد مناخ اجتماعي هادئ بالجزائر. ينبع ذلك أيضا من الإرادة السياسية المعلنة ومن التوجيهات التي يسديها فخامة رئيس الجمهورية في كل مناسبة من أجل تعزيز وترقية الحوار الاجتماعي باعتباره مبدأ ومنهج معتمد وثابت لدى السلطات العمومية في بلادنا لحل النزاعات والوصول إلى أقصى حدود الإجماع الممكن حول القضايا الأساسية في ظل الهدوء والرزانة التي تقتضيها المسؤولية والمصلحة الوطنية. وقد حرص الرئيس السيد عبد العزيز بوتفليقة على تكريس هذه
المبادئ دستوريا، لا سيما في تعديل الدستور الأخير الذي ينص صراحة وبشكل مباشر على هذه الحقوق. أما بالنسبة لتركيبة منظومة الحماية الاجتماعية، فإن الجزائر بشرت بعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي من خلال إصلاحات ذات أهمية كبرى اجتماعيا لجزء كبير من السكان. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق التماسك الاجتماعي وتحسين نظم الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق التغطية للضمان الاجتماعي. لقد أكدت الجزائر دائما على أنها لن تدخر أي جهد لتقاسم تجربتها أو تجاربها وخبرتها مع الدول الإفريقية الشقيقة في تعزيز التعاون جنوب جنوب، وهذا تحت التوجيهات المستنيرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وعليه ساهم برنامج التعاون هذا في مرافقة البلدان الشريكة المعنية التي تستهدف إدراج موضوع الحماية والحوار الاجتماعيين في سياستها واستراتيجيتها التنموية. ولهذا يسر الجزائر أنها رافقت الدول الإفريقية الشقيقة لتأسيس بصفة تدريجية آليات تطور الحوار والحماية الاجتماعيين، وإنني لعلى يقين تام من أن هذا البرنامج الذي ساهم فيه جميعا الذي ساهمتم فيه جميعا سيعطي زخما جديدا للتعاون جنوب جنوب بين البلدان الإفريقية الشقيقة. السيدات والسادة، من الواضح أن برنامج تعاون جنوب جنوب لبلدان القارة الإفريقية في ميدان الحوار والحماية الاجتماعيين، والذي من خلاله تم تعبئة الخبرات وتقاسم التجارب، ساهم في تحسين وإرساء نموذج لإعداد السياسات العمومية وتطبيقها. إن ميزة هذا البرنامج تكمن في أنه يشمل عدة ميادين فنية تحدد بدقة العناصر التي يتعين مراعاتها عند تخطيط سياسة ترقية الحوار وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتطبيق خطط عمل واستراتيجيات تتكيف مع سياق كل بلد. ولهذا السبب لا يسع الجزائر إلا أن تشجع الدول الإفريقية الشقيقة على الاستفادة من إنجازات برنامج تعاون هذا، وأن تحثهم على مواصلة الجهود المبذولة في هذا الاتجاه. ولا تزال الجزائر ملتزمة التزاما قويا باحترام معايير العمل الدولية وبترقية الحوار الاجتماعي وتطوير الحماية الاجتماعية. وبالفعل فإن العلاقة بين الجزائر والمنظمة العمل الدولية تعود إلى عدة قرون. وأود التذكير بأن الجزائر قد انضوت تحت لواء هذه المنظمة بعد الاستقلال مباشرة في سنة 2060، كما أنها صدقت إلى 2062، كما أنها صدقت إلى يومنا هذا على 60 اتفاقية، منها الثمانية الأساسية. وقد طرحت منظمة العمل الدولية مشاريع عدة للتعاون الفني مع الجزائر تنصب حول ترقية العمل اللائق وتطوير مؤسسات صغيرة لفائدة الشباب وتأهيل المكونين وترقية عمل المرأة والمواءمة بين مؤهلات خريجي الجامعات مع متطلبات سوق العمل. وكذلك اتفاق شراكة من أجل إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي كمؤسسة تكوين مختصة في مجال الحماية الاجتماعية مفتوحة للبلدان الشقيقة من المغرب العربي والقارة الإفريقية. السيدات والسادة، بهذه المناسبة أود أن أشير إن برنامج التعاون هذا يوشك على نهايته في الوقت التي تمت فيه مساءلة بلدنا مطلع هذا الشهر من قبل لجنة تطبيق المعايير الدولية بخصوص الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي، وهذا خلال أشغال دورة 107 للمؤتمر الدولي للعمل المنعقد بجنيف. تم ذلك، أقول وأؤكد، تم ذلك دون مراعاة في استنتاجاتها تشريع وتنظيم العمل المعمول بهما والمساعي والحجج والوثائق ومسار تقدم المحرز في مجال الحوار والحماية الاجتماعية.
فضلا على وجود عدد كبير من المنظمات النقابية للعمال ولأصحاب العمل. في هذا الصدد أود أن أؤكد مرة أخرى أن الجزائر لها تعاون مثالي مع منظمة العمل الدولية، وبذلت جهود كبيرة لتجسيد أهدافها فيما يتعلق بالتشغيل والعمل اللائق وحماية الاجتماعية والحريات النقابية والحوار الاجتماعي. وخير دليل على ذلك أنها هذه التجربة كانت في أكثر من مرة محل إشادة من طرف مسؤولي المنظمة نفسها واعتمادتها في إطار عملية تقاسم التجارب والتكوين مع الدول العربية ودول الجنوب، ومن بينها برنامج التعاون جنوب جنوب. وهنا كذلك أريد أن أؤكد، ليس للجزائر أي مشكل مع منظمة العمل الدولية، والحقيقة الأمر يتعلق بخلاف مع طريقة عمل ومنهجية سير لجنة تطبيق المعايير التابعة للمنظمة. لقد نادت الجزائر مرارا وتكرارا إلى إضفاء الشفافية في اتخاذ القرار الصادر عن أجهزة المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولي، بعد التأكد من وجود خلل في منهج عمل لجنة تطبيق المعايير وطريقة تقييم تطبيق الاتفاقيات الدولية للعمل. وفي هذا الصدد أود التأكيد على التزام الجزائر باحترام آراء وملاحظة أجهزة المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية، وسعيها لأن تكون ملاحظات هذه الأجهزة مبنية على أسس قانونية بعيدة عن اعتبارات ذاتية في إطار احترام السيادة الوطنية. السيدات والسادة، إن الجزائر لا تزال ملتزمة بمواصلة وتعزيز التعاون مع مكتب العمل الدولي، وترحب بالنتائج المتحصل عليها في مجال تعاون جنوب جنوب الذي ساهم بتقاسم التجارب الجزائرية الناجعة. أتمنى في الأخير عودة ميمونة للمدعوين الذين قدموا من بعيد، وأعلن عن اختتام أشغال برنامج تعاون جنوب جنوب في مجال الحوار والحماية الاجتماعية. أشكركم على الكرم إصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Et je vous dis merci à tous, et j'espère vous retrouver dans d'autres projets.